جاهزة. انطلاق موفق اعزائي الجمهور والحضور الكريم 12 من الجياده العربيه الاصيله تشارك مسافه الميل من وسط الجياد ثنائيه الشقب ريسنج النعامه ودالو في خطف الصداره دالوب والفارس فالح بوغنيم في الترتيب الثاني شعر المهندس اسامه عمر الدفع الفزوز دكروات وميكيل جوزيف في الترتيب الثالث هناك شعر الاحمر والاخضر عتيجم محمد بن احمد العطيه وراشد صاعق في الترتيب الثالث شعار السادة مربط الجريان روديوس دلوب وكليان جاك في الترتيب الرابع شعار الجواد إسكار مزرعة الشحاني مربط الشحانية وماركو كازمينتو في الترتيب الخامس نشاهد الجواد النعامة ملك الشقب ريسنج وسفيان السعدي المنعطف الأول اتجاهني للمنعطف الأخير والصدارة بشكل جميل وقوي مع الجواد دلوب والقطري فالح بوغنيم الوصافة لا تزال مع المهندس أسامة عمر إسماعيل الدفع عاتيج في الترتيب الثالث نشاهد الجواد روديوس دلوب ملك السادة مربط الجريان وكيان جاك المنعطف الأخير بالاتجاه إلى خط النهاية صدارة دلوب بشكل جميل وقوي وريدوس دلوب يفحلها الفجوة ولكن دلوب الشك بريسنج والقادم ريدوس دلوب بشكل جميل وقوي وعتيج يخطف من الجهة الخارجية عتيج وريدوس دلوب ريدوس دلوب وعتيج والقادم مثقال مثقال يا الشحنية ملك سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد آل ثاني ومحاولة للنعامة ولكن لا أحد أثقل من مثقال.